السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعين برنامج يمني حالي. معنا اليوم حلقة جديدة طبعا كالعادة أنا وأروى. أهلا يا أروى. أهلا وسهلا يا مروة، وأهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. مثل ما قالت مروة، حلقة جديدة معناها معانا كمان مواضيع جديدة وضيوف مميزين. تعالوا نتعرف على عناوين حلقتنا. طبعا يعني تزامن مع نهايات كأس العالم 2022 في قطر، جاءت الفكرة من هنا، فقمنا بعمل هذا التمثال المسم اللي يعبر عن كأس العالم بهذا الشكل اللي أمامكم. فكرت في عمل مشروع صغير من الطيور وشراء فغاسة صغيرة على قدري، يعني سرحت العاصمة فدريت إن الأسعار غالية وما في يعني بضاعة حزينة، فكرت هذه بقعد لي هذه الفكرة إني أصنع أنا فقاجة. أنا راوي صالح حمود حسن، راعية من يوم خلقته، واني تبع الغنم، معي غنم معي نعاق ومعي بقرة، وراعي من يوم أنا جاهله، ذا الحين مكاني تبع الوادي. وسط مدينة تريم العريقة يعيش مهندس سيارات وهاوي الفن التشكيلي يعقوب هبشان، الذي استطاع في الفترة الأخيرة أن يكون حديث مواقع التواصل في اليمن والكثير من الدول العربية بعد صناعة تمثال لكأس العالم بمناسبة مونديال 2022 الذي سيقام في قطر. لذلك قررنا زيارة الفنان التشكيلي يعقوب هبشان في ورشته المتواضعة عشان نتعرف عليه أكثر ونتحدث على التمثال المتميز اللي صنعه من جذع شجرة بأدوات تقليدية وجهد كبير. ليكون معنا بعدها عبر الهاتف من تريم، تعالوا نشوف هذه الزيارة. طبعا يعقوب هبشان من أبناء مدينة تريم حضرموت، فنان تشكيلي مهندس سيارات هاوي في ميال الفن التشكيلي. طبعا يعني تزامن مع نهايات كأس العالم 2022 في قطر، جاءت الفكرة من هنا، فقمنا بعمل هذا التمثال المسم اللي يعبر عن كأس العالم بهذا الشكل اللي أمامكم. طبعا الادوات كلها معبره ان ادوات محليه وتقليديه عن مثل القدوم ومثل المنقب الحديد ومثل جلخ حق المعدات الورشه. طبعا المواد يعني معبره عن الجذع هذا اللي جبناه من شير الاثل الصلب، هذه المواد اللي تعبر عنه، قمنا بنحته بآلة القدوم، من ثم آلة التنعيم، من ثم آلة الاطلاء اللون الذهبي اللي يمثل عن كأس العالم. نتمنى أن نحضر المونديال في 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 دولة قطر، الذي يمثل في منه معارض وفنون تشكيلية أخرى. والله نتمنى أن تكون لي يعني ورشة أو محل يعني يكون كبير هكذا، ونكون يعني نعمل أعمال يعني تليق بالأعمال الفنية والهندسية الذي تحبها الناس. نتمنى من أهل الاختصاص أن يقومون يعني بدعم الشباب في عدة المجالات، سواء في الفن التشكيلي أو في مجالات أخرى، حتى نقوم يعني نمثل الوطن خير التمثيل في أي مجال كان.
واجهتني كثير من الصعوبات أثناء العمل، بس الحمد لله بفضل الله تغلبنا على هذه الصعوبات كلها. المدة الذي أثناء هذا العمل تقريبا 4 أشهر وأنا أشتغل في هذا الكاس. عمل جميل ومميز جدا، كان لازم نكون معنا هذا الفنان التشكيلي الرائع اللي بس مش هذا المجسم او تمثال كأس العالم اللي شهير فيه، ولكن عنده اعمال ثانيه كثيره جدا. حابين اليوم نتعرف على اعماله وعلى موهبته بجانب عمله الاساسي. خلونا نرحب بضيفنا، هو معنا الان عبر الهاتف، الاستاذ يعقوب هبشان الفنان التشكيلي. اهلا وسهلا يا استاذ يعقوب. حياكم الله، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله، ما شاء الله الأمور طيبة الحمد لله. سعيدين بوجودك معنا اليوم. طبعا شفنا التقرير وشفنا أعمالك الجميلة والمجسم أو التمثال اللي صنعته بجهد كبير لمدة 4 أشهر. قل لنا، طبعا أنت ما شاء الله عليك انتشرت الفترة الماضية على السوشيال ميديا والناس كلها شافته، وقنوات عربية كمان أذاعت اللقاء معاك. كيف كان شعورك لما العمل هذا انتشر حول العالم؟ في البداية الحمد لله أول وآخر على كل حال، الحمد لله على هذا العمل والإنجاز الكبير. طبعا هذا يعود الفضل بعد الله كريمة والأصدقاء والذين شيعون على هذا العمل، الذين وقفوا معايا في هذا العمل منذ البداية. الحمد لله، يعني الحمد لله على كل حال. وهذا عمل يعني أخذ يعني مجهود يعني كبير على في نفسي وفي الذين ساعدوني في هذا العمل. جميل. طيب أنت قلت لنا في التقرير أنك مهندس سيارات، وكمان تلاقي الوقت أنك يعني شفنا أعمالك على السوشيال ميديا تعمل رسومات كثيرة وتصنع الفن التشكيلي باستمرار، فقل لنا كيف تقدر توازن هذا الشيء أنك تعمل الأعمال وبنفس الوقت مهنتك؟ طبعا يعني عملي الخاص هو هندسة في السيارات، يعني ميكانيك وفي قسم اللحام. انما عندي هوايه هذه منذ نعومه اظفاري، امتلك هذه الموهبه منذ الدراسه، كنت ارسم على الكراس وهذه الرسم الى هذا اليوم. وحبينا نوع اعمال يعني اكثر من عمل، يعني في الفن التشكيلي، في الرسم بالرمل، الرسم بالالوان الزيتيه، النحت على الخشب، النحت على الجبس، النحت على الحديد، التنقيب، يعني في برضو الميسنات على البحر، على شواطئ البحر، وعدة فنون أخرى. طبعا هذه الفنون يعني التشكيلية يعني نمارسها أثناء الفراغ، أثناء الفراغ نمارس هذا العمل بعد الدوام، عمل الورشة، يعني نقوم بهذه الأعمال الفنية حتى نسمع شيئا جديدا في المجتمع. جميل. أنت طبعا أصبحت بتستخدم كمان وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتنشر عليها أعمالك الفنية، اللوحات بالرمال والعديد من المنحوتات اللي بتشاركها دائما للناس، وقناتك على اليوتيوب كمان بتستخدمها. قل لنا متى يعني قررت تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي عشان تنشر فيها موهبتك، وهل حاسس أنك استفدت من هذا الشيء؟ طبعا المواقع الإلكترونية هذه تقريبا لأكثر من عام كامل أنا أنشر أعمالي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الانستغرام وعدة مواقع أخرى، يعني والحمد لله يعني كانت الفائدة يعني كبيرة في هذه التواصل الاجتماعي. يعني الآن يتواصلوا معي ناس من الداخل ومن الخارج حتى يستمتعوا بأعمالي الفنية. شيء حلو بالفعل. انت نشيط جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعطيت لنا فرصه بمشاركاتك ان احنا نشوفك كثير، نشوف اعمالك، اجدد اعمالك. قل لنا، طب بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي، هل شاركت في معارض او مسابقات يعني شاركت فيها وبرزت الفن التشكيلي تقوم فيه؟ الحمد لله، يعني لي عده مشاركات في داخل اليمن وخارج اليمن.
بس اغلب المشاركات كلها يعني بجهود يعني شخصية، يعني لما لقى اي يعني تعاون من بعض المواقع او بعض السلطات، انما يعني اكثر المشاركات كلها بجهود يعني شخصية. طيب هل كمان بتعرض الأشياء تبعك اللي احنا شايفينها الآن على الشاشة، مثلا في بازارات بتقوم ببيعها، في ناس تشتريها منك، هل تحس انه هذا المجسمات ممكن تباع بمبالغ مالية ترد لك مردود حلو؟ ايوه نعم، في الأوان الأخيرة هذه يعني تركت العمل الهندسة واتجهت الى اعمالي هذه الفنية من السماوات، ومن تحت للنبيعة في الأسواق وفي المعارض عندنا في حضرموت وفي عدن. أيوة. طيب نعم. جميل، كيف شفت رد فعل الناس على أعمالك الفنية المختلفة؟ والله الحمد لله يعني في إقبال كبير، في بعض يعني بعض أعمالي حتى يعني تصدر إلى الخارج الوطني الحمد لله. طيب قل لنا أخي عقوب، إيش تحس الصعوبات اللي تواجهك كفنان تشكيلي كمان عايش في تريم؟ أكيد الأدوات اللي تستخدمها زي ما قلنا تقليدية كثير وما تقدرش تشتري أدوات جديدة، فقل لنا إيش كمان صعوبات تواجهك؟ والله في كثير يعني من الصعوبات اللي تواجهنا أثناء العمل وأثناء هذا الفن التشكيلي. يعني كل أدوات كنا نستعملها كلها أدوات محلية وتقليدية، نتمنى يعني من أهل الاقتصاد يعني أن يساعدونا احنا في هذه الأدوات الإلكترونية والأدوات الحديثة حتى نوصل إلى تنافس عالمي إن شاء الله بإذن الله. طيب بعد الضجة اللي حصلت والأشياء والانتشار الكبير اللي انتشرتها، هل في مشاريع وأعمال فنية قادمة بتشتغل عليها الآن، أو جاءت لك عروض مثلا الفترة الماضية؟ والله أتمنى الآن لو لي أن أشارك في معرض كأس العالم في قطر، أتمنى أن تكون يعني دعوة لي من لينا المختصة المعارض الفنية اللي تقام في دولة قطر، أتمنى أن تكون هذه الدعوة يعني من أشقائنا في دولة قطر. يعني ما في شيء حصل على أرض الواقع من وقت ما انتشر هذه الموهبة أو تم استضافتك؟ والله في تواصل يعني في البداية أثناء هذا انتشار العمل، بس الآن يعني قلل التواصل، مش عارف يعني هل يعني لما يقرب الوقت بعدين حيكون الاستدعاء من الذين يطلبونا، نتمنى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب هل في تمثال جديد حابب انك او بدات تشتغل عليه الفتره هذه؟ طبعا هذه الايام معي مسم لاشعار كاس العالم الفيفا، هذا اللي يعبر عن الشال العربي الذي يعني يرتديه الناس في الدول العربية. جميل، يعني أنت شغال على الفعاليات العالمية الآن. إن شاء الله نتمنى من هذا المنبر الإعلام يعني توصل رسالة إلى من هم الأمر حتى نشارك في دول عربية ودول أوروبية بإذن الله. إن شاء الله، وأنت فنان فعلا بمعنى الكلمة، وما شاء الله عليك متعدد المواهب، وإن شاء الله صوتك يوصل وموهبتك توصل، وحابين طموحك يكبر أكثر وأكثر إن شاء الله، غير أنك تروح للدول العربية وهذه الأشياء، إيش هي طموحاتك وأهدافك كفنان تشكيلي في الفترة القادمة؟ هل حابب تقدم فن مثلا من نوع مختلف، تتعلم شيء جديد الفترة الجاية؟ والله أكيد يعني حبينا يعني أن نأخذ الخبرات من أهل الأخصاص حتى يعني نكون إحنا يعني نكون يعني نستفيد من الخبرات القديمة الذي يمارسها الفنانين الكبار على مستوى. إن شاء الله. طبعا إحنا سعيدين إنك كنت معنا، وكمان يا أروى سعيدين أنه هو مرة متفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. خليه يشوف، مع أنه
اكيد في كثير من الوقت اللي يلا يشتغل فيه ويمارس اصلا شغله بس يحط كثير، وهذا التفاعل خلاني اشوف كثير من اعماله حتى يعني يؤمن بالسوشيال ميديا. هذا صحيح. شيء حلو. صحيح، برافو، يعني شيء جميل جدا انه انت مؤمن بالسوشيال ميديا ومعطي نفسك شويه وقت او حتى بمساعده الاخرين او اصدقائك بيساعدوك انك تنشر موهبتك، وخليك مستمر في هذا الشيء لان هذا السوشيال ميديا اصبحت مؤثره بشكل كبير، وهي اللي وصلتنا لك وهي اللي وصلتك اللي كمان للقنوات الأخرى اللي صورت معك، وإن شاء الله بالتوفيق في كل شيء قادم. إن شاء الله إن شاء الله أتمنى إن شاء الله تحقق الحلم إن شاء الله، ونكون إن شاء الله يعني تكون عمان يعني أكثر تكون يعني حديثيا في الشارع العربي بإذن الله. إن شاء الله إحنا سعيدين جدا باستضافتك اليوم وتشرفنا فيك، ونتمنى لك كل التوفيق. إلى اللقاء. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. شكرا شكرا على القناه وعلى البرنامج. شكرا لك. شكرا. بنروح معكم لفاصل قصير مشاهدينا، ما زالت حلقتنا مليئه بالفقرات والضيوف والاشياء اللي ان شاء الله تنال اعجابكم، خليكم معنا. ما زلنا مستمرين معكم، وخلونا ناخذكم الى الضالع حيث التقينا بشاب فكر بفكرة مشروع جديد لتربية الطيور واحتاج لشراء جهاز فقاسة لفتح مشروعه. طبعا جهاز الفقاسة الذي يستعمل لتوفير الظروف المناخية المناسبة من حرارة ورطوبة وتقليب داخل البيضة لاكتمال نموها، ولكن الشاب زايد أحمد قاسم انصدم بسبب ارتفاع أسعار الجهاز ولم يستسلم وفتح مشروعه، ولذلك قرر أن يصنع جهاز الفقاسة بيده. وبالفعل ومثل كل شاب مجتهد يؤمن بفكرته نجح اختراعه وبدأ بالإنتاج. مراسلنا زار الشاب زايد ليعرفنا عليه وعلى قصته ومشروعه، خلونا نشوف. أنا زايد أحمد غاسم من محافظة الضالع. فكرت في عمل مشروع صغير من الطيور وشراء فقاسة صغيرة على قدري، يعني سرحت العاصمة فدريت إن الأسعار غالية وما في يعني بضاعة حسينة. فكرت هذه جات لي هذه الفكرة إني أصنع أنا فقاسة، فقررت إني أفعل هذه فقاسة صغيرة وإن شاء الله إنها تنجح. فنجحت، صنعتها طاوة من حق عجينة، جمعت طاوة وجمعت قصب، قصب حق ماء لتقليب البيض، وقلوبات حق سيكل الحرارة جدين حرارهن، ومروحة حق كمبيوتر عشان توزع الرطوبة، وأهم شيء الترمستات. هذا الترمستات غير متواجد للأسف الشديد في هذه المناطق، وحصلنا الأخ كان بالسعودية وجاب لي من السعودية وهو متوفر هنا بس غالي. فالمهم جمعت هؤلاء اللواحي وبديت أصنع وصنعتها وتمت التجربة الأولى فخرجين فنجاح يعني نجاح باهر 100%. طرحت 14 بيضة خرجين 10، وهذه لما نجحت هذه الفقاسة الصغيرة ما في إمكانيات ولا بنكبر، وإن شاء الله إن بنحاول ونكبر الفقاسة إلى أن يعني تحوي 200-300 بيضة، ويعني لو في إمكانيات فافعل مزرعة بلدي ونكون نوزع وننتج للناس يعني دجاج بياض بلدي. وأنا والله عندي طموح إني أكبر هذا أنا المشروع إلى حتى الجماعة يعني 10 فقاسات كبار يحوين من 300 بيضة 400 بيضة، ونفعل مزرعة ونشيل العلف ونأكلهن. وأدعو أي شاب يعني لا يوقف ويجرب عادي، حتى لو فشل يجرب ويصلح. أنا إن شاء الله إن عندي طموح بنزيد الكمية ونكبر المشروع وبندي للناس ننتج لهم ونبيع لهم. إن شاء الله هذا مشروع مربح، الحمد لله هذا مشروع مربح ويدر لك بيس. أنا مهتم خاصة بالطيور، أنا أحب الطيور لأنهن يعني جميلات وثروة
ثروة حيوانية بمعنى الكلمة، يعني تدخل باليوم 10 بيضات، من يجي لك 10 بيضات؟ يعني ثروة ولحم، وإذا أنت تشي تذبح وأنت ما عندك أي فلوس تشتري تذبح لك من بيتك. نحن نقول هذه الفكرة لأي واحد يريد أن يعني يفعل له مزرعة بسيطة منزلية ينتج منها الفراخ. قال أنا مليان، ويعني تشي تفعل أي بيض عادي، تفعل بيض بط، بيض من هول اليرع، بيض الرومي، تنتج على طول، تستخدم لجميع فقس بيض الطيور بشكل عام. أهم شيء بس أنت تنتبه على الحرارة وغده والتغليب فقط لا غير. خلونا نحيي هذا الشاب الطموح اللي ما شاء الله عليه، يعني مشروعه جدا جميل وفعلا مربح، واستطاع انه يبتكر هذا المشروع عشان كمان يساعد الشباب. يعني يا مروه كان عنده طموح انه يساعد الشباب اللي مثله انهم يجتهدوا ويعطيهم يعني نتاج في افكاره. صح، ما شاء الله عليه بصراحه، ما وقفش اي شيء، قال غير مشروع، لا حاول يصنع شيء. ايوه بالضبط، من اشياء بسيطه جدا قدر يحقق طموحه. وفي اجواء الدجاج والريف والاشياء والحيوانات البسيطه هذه والاجواء الجميله بنعيش معاكم يوم من ايام امراه ريفيه تعمل في رعي الاغنام اسمها السيده راويه صالح، اللي بتحكي لنا كيف بتقضي يومها وايش هي المهام المطلوب منها انجازها كامراه ريفيه تعيش بابسط الامكانيات المتاحه، ومع ذلك فهي سعيدة بهذا الروتين اليومي رغم أنه عمل مرهق وفيها الكثير من الجهد. تعالوا نتعرف عليها. ليتيل حنا سقيتي لا ليتيل حنا سقاش لا ليتيل حنا سقاش. أنا راوي صالح حمود حسن، راعية من يوم خلقته، واني تبع الغنم، معي غنم، معي نعاق، ومعي بقرة، وراعية من يوم انا جاهله. ذا الحين مكاني تبع الوادي، يسرح بالصبح من يوم سرح الساعة 8 لما اروح الساعة 2 بعد الظهر، وبعده صليت الظهر وتنسمت قليل وتروحت، ورجعت بعد العالة ما اروح بالمغرب. ومنتجه كنا نسرح من يوم نسرح بلا صبوح، نسرح من يوم نسرح بالصبح الساعة 7 لما نروح الساعة 5 بالعصر، وإحنا قاوعين لا ماذا الحين له الحمد قمعنا نسرح الدباب. ومنتجه كنا نسرح نظل جوعنا لما نروح بالعصر تدينا الوالدة لقمة عصير له الحمد. نواشي حالة الحمد لله، لأن سرح إحنا ويانا ولقي معانا كذا لشي طربوس لشي أذبعنا وسبرنا لشي حاجة للبيت، ولله الحمد. الدنيا ذا الحين غالية، الكيس الدقيق ب50,000، الدنيا حاضية، الدنيا بالنار ما شايفة إنها حاجة لت الدنيا حاضية كلها، ولا نستفيد منه. البقرة معانا بقرة، لأن نبيع العقل، لأن نبيع السمن، لأن له الحمد. ليت الحين سقيتي لا ليت الحين سقاش لا ليت الحين سقاش. لا بنت ما أني بنت ماني لا قلعة وعلي مدري لا قلعة وعلي مدري. طلعنا وسقينا عاق وسقي نفسي ونصلي ونادي هي انا بهذا البير لا ما الضر هذا البير بير الطويل ندلل البير كذا انا في حال سقينا عاق ونصلي ونجلس لنا لما نروح بالعصر ونشرب ونشقر الكل مستحيل. يا بنت ما انا بنت ما انا لا قلعة وعلي مدرية لا قلعة
عوالم دريه يقدر عين البنات. حياة الريف ما لا بال ما عايش مصدر ثاني، ما لا زراعة نزرع نفعل دخن نفعل غارب نفعل هذا نزرع بعده أكلنا لنا من هذا ولا نبيعه والقصب قال حقنا القراش والحمد لله. ما زلنا مستمرين معاكم ووصلنا إلى آخر فقراتنا والأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأول خبر معنا حيث أذهلت مقاتلة صغيرة عالم التواصل الاجتماعي بسبب مهاراتها الاستثنائية باستخدام السيف وطريقة تقديمها لعرض السيف بشكل كبير. هذه الطفلة اسمها جيسي مكبار من بلدة إيرلندية صغيرة، وهي واحدة من أفضل فناني الفنون القتالية في العالم. طبعا تلقب بالتنين الذهبي وتحمل أكثر من 300 لقب في فنون الدفاع عن النفس، بما في ذلك 12 لقبا لبطولة أوروبية و21 لقبا لبطولة العالم، وهي تبلغ من العمر 16 عام فقط. ما شاء الله، هذه الفتاة عادت للأضواء بفيديو لها يعود إلى عام 2014 يظهر مهاراتها في استعراض السيف بطريقة طريفة أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي وحصدت ملايين المشاهدات، وحصل الفيديو على 9 ملايين مشاهدة على تويتر و11 مليون مشاهدة على تطبيق تيك توك. بطلة. حابين نعرف جيسي كيف شكلها الآن بعد ما أصبح عمرها 16 سنة؟ أيوة يعني هذا الفيديو، هي كانت أصغر من كذا، كان في 2014. كيف كانت السوشيال ميديا غايبة عن أشياء كثيرة حلوة كان ممكن وقتها تنتشر وتكسر الدنيا من أعوام ماضية، بس حلو أنهم نبشوا عليها ونزلوها من أول جديد. أيوة بدأت هذه الأشياء تطلع بشكل كبير. صحيح. مروة، تلاحظي أنه كمان في أشياء كثير تاريخية وأشياء إحنا ما حضرناهاش أصبحت الآن موثقة على السوشيال ميديا وكل واحد بيتناولها بطريقته. صح، أنا لما قلتي كذا ذكرت المسلسلات القديمة. أيوة، يعني بدأت تنتبش وتكون ترند. صح. الآن المسلسلات قديمة، أغاني قديمة. صح. أشياء وشخصيات قديمة كمان تاريخية ما كناش. أيوة. نعرف عنها الآن أصبحوا بيحكوا القصة بطريقة كمان طريفة وتوصل للملايين. فالسوشيال ميديا طبعا يعني عاملة تأثير قوي جدا في المجتمع. لخبر ثاني كمان للأسف يعني خبر مش حلو، تسبب تحدي على تيك توك بوفاة 4 مراهقين في نيويورك بعد تعرض السيارة اللي كانوا بيقودوها لحادث سير مميت. ويقوم تحدي كيا على مشاركة مقاطع فيديو لخطوات عن كيفية سرقة سيارة باستخدام سلك شحن USB فقط ومفك براغي. وبالفعل فإن السيارة التي كانت تقل 6 مراهقين هي من نوع كيا تحطمت في مدينة بوفالو بنيويورك، وأفادت الشرطة إن المراهقين قد شاركوا في التحدي وحقق التحدي الخطير شعبية كبيرة على تيك توك، حيث أشارت شرطة فلوريدا مثلا إلى أن أكثر من ثلث سرقات السيارات في الولاية منذ منتصف يوليو مرتبطة بتحدي كيا. في تحديات كثيرة نفس هذه الأشياء بدأت تنتشر الفترة الأخيرة، زي ما شفنا فيديوهات للأغماء أنهم يوقفوا. هذا أزعجني والله. أيوه. جدا في المدارس الطلاب بينهم وبين بعض في تحديات أنه كيف أطول واحد يكتم نفسه وأشياء غريبة أصبحنا بنشوفها الآن. أيوة للأسف، يعني تحديات التيك توك في بعض منها اللي هي مسلية. يعني مريحة ومسلية، بس زي الليمون مثلا، تحدي الليمون وتحدي الشطة ومش عارفة ايش. أيوة. وفي اشياء قاتلة ومميتة، شوف الشغف بيوديهم لفين. يعني مروة، انت مر عليكي تحديات البيبسي والكوكاكولا وهذاك المنتوس تقريبا او شيء بيحطوه ويفجر. أيوة. الدنيا ويعمل الوان. للاسف اولادنا بيمارسوا هذا الشيء عليكم. بيعبوا البيت اشياء ولازم يجربوا يعمل التجربة، يقول لك اختراع او شيء لازم مؤثر الموضوع بشكل كبير يخوف يعني. صح، فلازم يكون في رقابة ولازم يعلموا الأطفال يعني أنهم يعرفوا الفرق بين تحدي. بالضبط. لطيف تحدي بس ممكن يشوفوه لكن ما يسووش. صح، أنه الأمر بقى خطير جدا. صحيح. أيوه.
وطبعا ما زلنا في الحديث عن ترند السوشيال ميديا، انه اكيد لا مهرب من موضوع الفنانه شيرين وحسام حبيب. طبعا اخبار كثيره ومعقده ومتشابكه تملا كل الصفحات والمنصات. خلينا يعني نسيب هذه الحقيقه ونخليها تبان وبعدين نتكلم في الموضوع. لكن الان في على هامش هذه الازمه برز ترند شتم كل شخص اسمه حسام والحسبنه والقاء اللوم عليه من قبل الجميع. الموضوع بدأ كدعابة لكن الدعابة باتت مزعجة، واشتكى منها كل اللي اسمهم حسام، خاصة اللي تضرروا من أخذ موضوع الترند على محمل الجد وصاروا بيوجهوا عبارات وشتائم قاسية. مسكينة يا حبيبة، الحمد لله يا مروان مأسامية يا أبهات، أنا مش حسام، هذه الأيام صعب. أيوة. أي أحد اسمع حسام يتخبى، عندنا زميلنا حسام مفروض أن احنا نستلمه شوية. أيوه للأسف. طبعا يعني البلوجر حبيبة أنا شفت فيديو كان فيه يعني حطت الفويس نوتات اللي الناس ترسلها بالخاص، وكلها بالفعل الناس مصدقين إن اسمها حبيبة حسام، يعني حتى ما عاد عرفوش يفكروا. أيوة. متخيلين إنها مناصرة مثلا لحسام، فهي أيوة. حبيبة حسام يعني مناصرة لحسام حبيب في ما يحصل. لا هم متخيلين إن هي أصلا حبيبة حسام اللي خانها. ما أيوة يعني الموضوع صعب. أشتاق لك إن أنا نفسي تعرضت لهذا الشيء، يعني أنا بس دخلت كتبت كومنت على موقع مصري كانوا بيتكلموا عن حديث أبو حسام حبيب بعد ما انتشر المكالمة اللي كانت مع عمرو أديب، فبيقول إنه أنت تربية ست فأيش بيطلع منك. أنا بس كتبت مالها تربية الست، بيطلعوا رجال، المرأة بتقدر تربي رجال. أشتي أقول لك إلى الآن يمكن حوالي 1500 لايك، ويمكن كومنتس، أنا كل يوم بيجي لي إشعارات إنه في ناس بترد علي إلى اليوم، إنه بس أنا دافعت شوي عن ذكرت اسم حسام إنه عادي. يعني معنيك تدافعي بشيء مختلف بالضبط. يعني بس لسه أيوة في جدل وسخب كبير جدا جدا. أنا ما تخيلتش كل هذا الهجوم والناس كلها بتتكلم عنه، حتى من خارج الدول، من خارج مصر يعني، حتى الدول العربية متفاعلة مع الموضوع. بالفعل من كل الدول الآن الموضوع كبير جدا. أيوة الله يستر، وإحنا متابعين معاكم لما نشوف إيش آخرتها. وإحنا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، للأسف بنختم حلقتنا معاكم، ولكن إن شاء الله نلتقيكم في حلقات ثانية جديدة وجميلة بإذن الله. بنختم مع فيديو كليب لمارينا ليتك معي يا خلي، إن شاء الله تكونوا معنا دائما. إلى اللقاء.